محمد غازي. يا هلا وسهلا بمستمعين المنصة من القلب مليون تحية من اليد مصافحة وفية مني لكم دائما محدثكم من الميكروفون محمد غازي صدقة. نلتقي بكم عبر برنامج المنصة الذي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء من الساعة 10 مساء إلى الساعة 11 عبر أثير إذاعة ألف ألف اف ام. في أروقة كرة القدم والملاعب السعودية تدور المستديرة المجنونة التي جننت عالم من الخيال إلى الواقع إلى أن أصبحت الآن هي لغة جميع الشعوب. كرة القدم نعم هي اللغة الوحيدة اللي يتداولها جميع سكان هذه المعمورة الكرة الأرضية. ونحن لغتنا أكيد لغة المنصة لها طابع آخر، والرقم واحد هو مبتغانا بأن نكون في منافسة البرامج الرياضية. طبعا بكم أنتم مستمعين برنامج المنصة دائما نحوز على هذا المبتغى ونصل لهدفنا معكم، وأكيد هو هدفكم لهذا البرنامج الذي يطل دائما عليكم ودائما مطلب رئيسي لكل مستمع. وأكيد شكرا لكم، والشكر طبعا لكل من يسمعنا، وكذلك أيضا تقديرا من برنامج المنصة. حلقة الغد ستكون حلقة للضيوف من مستمعين برنامج المنصة، يعني اللي يسمعنا واللي يتابعنا واللي شاركنا دائما حيتم اختيار اثنين يكونوا على طاولة المنصة، إما موجودين معانا بالاستوديو من الشباب، إما اللي يكونوا طبعا متواصلين معانا بالتليفون ممكن ناخذهم إذا كانوا خارج مدينة جدة، وهذا يشرفنا على طاولة المنصة أن يكونوا أيضا محللينها وأيضا النقاد من مستمعينها. وقبل ما نبدأ في التفاصيل خلينا في تفاصيلنا نروح على قطار العناوين. عناوين المنصة. هزازي النصر، المشاكل كثيرة وخلينا ساكتين. البياوي يغلق طريق الرحيل. كهربا لم استلم رواتبي حتى الآن، والمشكلة وين؟ السومة يكسر الرقم 100 في التهديف ويصعد بالأهلي إلى السيمي فاينل. البطيء لكوالالمبور والمستحقات المتأخرة قلق جديد. حياكم الله مستمعينا الكرام، ورجعنا لكم من جديد، وخليني أرحب أيضا بفريق عمل المنصة، أمين برجة في السوشيال ميديا، وكذلك أيضا عايد دهاس مسؤول الإعداد، وكذلك مخرج حلقتنا اليوم الأستاذ عبدالعزيز آل سحيم، وكذلك أيضا ضيفي الناقد الرياضي من صحيفة هاتريك، وكذلك عبر طاولة المنصة الأستاذ بدر عقيل. هلا وسهلا فيك. أمسي عليك أخوي محمد وعلى الأستاذ عايد الدهاس والأستاذ عبدالعزيز سحيمي والأستاذ أمين بارجة وعلى المستمعين الكرام. أيضا كذلك سينضم معنا كذلك الأستاذ سعيد المرمش من صحيفة النادي الإعلامي الحصري أيضا على طاولة المنصة بعد قليل. وطبعا الكل عارف أنه في جدة اليومين ما شاء الله زحمة، يعني الإجازة ما شاء الله تبارك الله ما أخذ السايد كل الشوارع وزحام ودنيا، وإحنا أكيد على مسامعكم إن شاء الله نكون خفاف وكمان تشاركونا عبر حلقتنا اليوم. خلينا نروح في تفاصيل خبرنا اليوم. هزازي المشاكل كثيرة وخلونا ساكتين، وهذا ما عبر عنه في تصريح البارح في وسيلة الإعلام الناقلة للكرة السعودية، عبر مهاجم نادي النصر نايف هزازي عن أسفه الشديد لخسارة فريقه أمام الهلال والخروج من ربع نهائي كأس الملك، وذكر بأن 80% من موسم العالمي انتهى وكان يتمنى أن يحقق مع النصر أي بطولة، وقال بكل حزن هناك مشاكل يعرفها الآن الجمهور وهناك أشياء في القلب لو نحكي عليها الكل سيتعب، ولكن لدينا مباريات مع المنتخب مهمة للوصول إلى كأس العالم في روسيا ولا أريد أن أؤثر عليها. وأضاف كنت زعلان
من تغييري في الشوط الثاني وأنا أريد اللعب وهناك فرص كثيرة ضاعت علينا في المباراة، والوضع الذي حصل ما نقول عليه إلا هارد لك للنصر. الحمد لله على كل حال هذا، وقد احتج لاعب النصر نايف هزازي على تغييره بعد أن قام المدرب النصراوي أو قام المدرب النصراوي بإخراجه ونزول زميله اللاعب محمد السهلاوي في المباراة التي أقيمت مساء أمس أمام الفريق الهلالي. تعليقك بدر. والله شوف أنا سمعت التصريح طبعا كامل، التصريح يعني غير موفق تمام من نايف، من نايف هزازي طبعا. ليش؟ انتهى زمن التصاريح. كيف انتهى زمن التصاريح؟ زمن التصاريح انك تطلع تتكلم وتقول والله في عندنا مشاكل وعندنا وعندنا وعندنا. انت لو تلاحظ اي نادي كل اللعيبة اللي عليهم ضغوطات، نايف هزازي اكثر لاعب عنده ضغوطات من الجماهير النصراوية. من بداية قدوم نايف هزازي لنادي النصر لم يقدم اي شيء ملموس لنادي النصر. عندما يحدث اي خسارة للفريق تحصل كل لاعب حيطلع الشماعة يقول لك في عندنا مشاكل، وكل الأندية فيها مشاكل، ما في نادي خالي من المشاكل. طيب انت تقول انتهى زمن التصاريح، وانا اقول لك اذا ما في تصاريح ليش اجل خلق الاعلام؟ واذا ما في اعلام كيف تبغى يلقى الضوء على بدر عقيل، على محمد غازي، على اسماء كثيره مثلا موجوده في الساحه الرياضيه؟ اخوي محمد في تصاريح لها هدف وفيها تصاريح ما لها اي هدف. تصريح نايف هزازي ما له اي هدف. كيف ما له اي هدف؟ اديني النقطه هذه عشان انا اعطيك النقطه هذه. انت الان تصريح نايف هزازي، الكل الان كل الجماهير النصراويه وكل المتابعين في الشارع النصراوي يقول لك نايف هزازي تصريحه ضد رئيس نادي النصر. الان لو انا اتكلم مع نايف هزازي واقول له التصريح انت موجهه لمين، وسالوا امس احد المراسل احد القنوات الرياضيه قال تصريح للجميع، انا ما خصصنا شخص معين في النادي. طب مين المسؤول في النادي؟ مشكله النصر اخوي محمد مشكله فنيه بحته. تغيير المدربين ما هو شيء بالساهل، سواء للنصر او الاهلي او الهلال او الاتحاد او اي فريق تمام. مشكله النصر زي ما قلت لك كانت فنيه بحته، ما اعتقد انه في اي مشكله اداريه. نادي النصر الامير فيصل بن تركي محتوي النادي بكل المشاكل، اي نعم في سلبيات وفي ايجابيات، ولكن انك تطلع في تصاريح وتحط الناس شماعه، للاسف انت نايف ما قدمت اي شيء للنصر، لا انت ولا زملائك اللاعبين. امس اللي يتفرج مباراه سواء محبين النصر او المحايدين في الوسط الرياضي، للاسف نادي النصر لم يقدم ان يشفع له في مباراه الامس. يعني للاسف لقيت النصر بالعربي كانوا يتمشوا فرضيه الملعب، ما هم كانوا لازم يلعبوا كره قدم. واتمنى ان كان في شيء من اللعيبه على الاداره او على المدرب، يا اخي انت تلعب للكيان، تلعب للجمهور اللي بيجي من بدري وبيحترق، بلاش نصفي حساباتنا فرضيه الملعب. طيب ايش الاسباب اللي ادت اللاعب للخروج بهذا التصريح تتوقع؟ والله شوف اذا حنتكلم على الامور الماليه، كل الانديه فيها مشاكل من ناحيه الامور الماليه وناحيه الرواتب. انت الان كما تطرقت للاعب محمود كهربا في العناوين لاعب نادي الاتحاد لم يتقاضى الراتب، وهو محقق بطوله مع نادي الاتحاد ومحقق انجاز. فهذه المشكله الماليه مشكله في كل الانديه، ما هي في نادي النصر. لكن انت ان كان تصريحك في الامور الماليه عشان مثلا مستحقات رواتب متاخره، يعني اتوقع انه هذا الصراحه يعني سبب غير مبرر للمستوى اللي شفناه فيه لعيبه النصر باكملهم امس، ما هو نايف هزازي بالتحديد، احمد الفريدي، حتى محمد السهلاوي، يعني يحيى الشهري. يعني احنا يحيى امتدحناك كثيرا مع المنتخب، قدمت مباراه كويسه، للاسف امس يعني انا استغرب حتى من المدرب، انت عندك 3 لعيبه اجانب عناصر حاططهم على دكه البدلاء، وبعدين تخرج لاعب وتنزل اللاعب توماسوف، وعندك يعني اكثر من اسم ومتمسك في يحيى الشهري اللي كان خارج الفورما في مباراه الامس تماما اطلاقا، لم يقدم اي شيء، وجميع لعيبه النصر. كلام جميل. طبعا وردنا الآن البيان الإعلامي اللي صدر عن رئيس نادي الاتحاد السابق الأستاذ أو إبراهيم البلوي، اللي هو طبعا يقول البيان الإعلامي بناء على ما تنقلته بعض وسائل الإعلام بخصوص اللاعب الغاني سولي مونتاري والإساءات التي حملها تصريح اللاعب لسمعة نادي الاتحاد، بالإضافة لجملة من المغالطات والمعلومات البعيدة تماما عن الحقيقة، فقد أثرنا الصمت وانتظرنا أن تقوم الإدارة الحالية بالرد على ادعاءات اللاعب العارية من الصحة.
حيث أنها هي المكلفة بحفظ حقوق نادي الاتحاد الأدبية والمادية، ولأسباب لا تعرفها لم تقم إدارة باعشم بالرد على هذه المغالطات والأكاذيب، رغم أن كل المستندات التي تدحض ادعاءات اللاعب وتحفظ حقوق النادي موجودة في أروقة نادي الاتحاد، ومن باب الشفافية ووضع الوسط الرياضي والمدرج الاتحادي أمام الحقائق نوضح ما هو آتي. أولا، تعاقد نادي الاتحاد مع اللاعب الغالي الغاني سوري مونتاري وفقا للوائح الاتحاد الدولي والاتحاد السعودي بموجب عقد تم تحديده والتوقيع عليه من كلا الطرفين لمدة سنتين تبدأ من عام 2015 وتنتهي في 2017، مرفق طبعا صورة لجزء العقد. ثانيا، من تاريخ بداية العقد وحتى تاريخ نهاية فترة رئاستي للنادي قمنا بسداد مبلغ 14,527,056 ريال و56 هللة، يعني بالملي، للاعب مونتاري أثناء تواجده في جدة. ثالثا، حرصا على الإيفاء بالالتزامات التعاقدية مع اللاعب ومجموعة من اللاعبين والمدربين والعاملين، تم مخاطبة الأمين العام للاتحاد السعودي بعدة خطابات آخرها تاريخ 2016-9/1 في يناير، بضرورة صرف مستحقات نادي الاتحاد نظير حصوله على المركز الثالث في الدوري والبالغة في ذلك التاريخ مبلغ 6 ملايين ريال، والتشديد على صرفها في موعد أقصى 12 يونيو 2016 لتلافي أي تبعات قانونية قد يتعرض لها نادي الاتحاد، علما بأن إجمالي الرواتب المستحقة للاعب بنهاية فترتنا هي 2 شهر. رابعا، بتاريخ 22/6/2016 قامت الهيئة العامة للرياضة بتكليف إدارة جديدة لنادي ممثلة في الأستاذ أحمد مسعود رحمه الله، وقامت بتحويل مبلغ مستحقات نادي الاتحاد البالغة 6 ملايين ريال إلى الإدارة الجديدة التي بدورها قامت بدفع راتب شهر للاعب بتاريخ 28/6/2016 بمبلغ 173,000 يورو. وبعد أن أصبحت إدارة النادي الحالية هي المكلفة طبعا بمتابعة الأمور المتعلقة بعقود اللاعبين السعوديين وغير السعوديين، ولديها علم تام بالعقود والمطالبات بما فيها موضوع اللاعب مونتاري. هذا طبعا تلاقوه أيضا في تويتر على حساب ألف ألف 4 صفحات عن البيان، وبالتالي يعني حنتكلم عن نقاط البيان اللي ذكرها إبراهيم البلوي بالتفصيل من خلال الهاشتاج الخاص ببرنامج المنصة. طبعا تم نشر ايضا المستندات اللي حصلنا عليها بخصوص البيان الاتحادي في صفحة ألف ألف، وايضا على صفحاتنا الشخصية كفريق عمل المنصة راح تلقونها كذلك بإعادة التغريدة من حساب المنصة. خليني طبعا اقول لكم انه حنطلع فاصل قصير وحنرجع ثاني مرة اكيد لنتداول بقية حديثنا عن مشوار هذه الليلة ومباراة الأهلي ووج، كذلك السداسية الأهلاوية التي حققها الملكي من أمام نادي ووج في الدور الربع النهائي في الكوارتا فاينل لبطولة كأس الملك. فاصل قصير وراجعين. حياكم الله مستمعين الكرام، ورجعنا لكم من جديد بعد الفاصل أكيد، ورحب طبعا بضيوف الكرام الأستاذ بدر عقيل وكذلك أيضا الأستاذ سعيد البرمش. هلا وسهلا فيك أبو علي. حياك حبيبي استاذ محمد، ونحيي الزملاء ونحيي المستمعين. واليوم صراحه انا تابعتك يمكن كذا 10 دقائق او 5 دقائق على صوتك مميز والله ابو حميد ما شاء الله. في طول بعمرك مع الانفلونزا الامور طيبه؟ أيوه. يعني كان اذا كان استمر لانه تعرف احنا مع في الراديو ما نعرف صوتك. لا 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 اذا كان في الفريق يعني كان تاخذ ابو علي تحب تاخذ صوره مع صوتي ولا لا لا صوره؟ لا لا انا اقول لها الحاجه. لا لا انت في الانفلونزا هذه تتكلم عنها، اذا تبي تستمر صوتك راح يستمر معك. حلو. الله الله بيتغزل فيك عشان متاخر. الله 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 ابو علي ما شاء الله تبارك الله. كلامك يا ابو علي والله ولك انه ما شاء الله تبارك الله أصالة تغني حبيبي. الله يعطيك العافية. طيب خلينا نرجع لموضوعنا، إدارة فيصل بن تركي هي سبب الخلافات في النصر. خليني أسألك أبو علي، بما أنك أنت استمعت البرنامج وأنت جاي في الطريق. شوف محمد تفضل، أنا أدوبي كنت أسمع بدر. أول حاجة حمل كذا، شوفوا تحامل شوية على يحيى الشهري. الفريق النصراوي ككل
كل الفريق النصراوي استثناء اللاعب الجديد والمنتقل وليد عبد الله من الشباب. كل الفريق النصراوي سيء. اول حاجه نايف هزازي بعيد عن مستوياته، مو هذا نايف هزازي اللي نعرفه من سنوات. نايف هزازي مو نايف هزازي اللي مع احترام يقعد في خط الاحتياط. نايف هزازي شوف اللاعب لما تكثر اشكالياته وعنده مشاكل يخرج برا جو اللعب. الفريدي كان في الصين، رجع من الصين امس اساسي، في لخبطه كبيره في نادي النصر. شوف ولا لا؟ بس انا دائما اقول اللاعب جاهز يتحمل. انا صراحه اشوف كمان ما ابغى اظلم لاعب نجم صراحه، والان هذا النجم على طريق النجم الهلال اللي هو ياسر الشهراني. هذا اللاعب اللي انا صراحه احترمه كثير واجله كثير، ولاعب يعني من اللعيبه المميزين على مستوى الخليج. شوفوا لا احترافي صراحه. اليوم الكلام اللي بقوله عن ياسر الشهراني اقوله عن خالد الغامدي. صراحه خالد الغامدي بعد زواجه اللاعب يعني صار مؤثر، لاعب جيد امكانياته كبيره، بس ما ساعده الفريق اللي البارح. يعني حتى يحيى الشهري ما ساعده اللعيبه اللي معاه. الفريدي كان مستوى سيء جدا سيء يعني صراحه. حتى هوساوي كان كوي يعني رباعي الدفاع كان كويس مع اللاعب البرازيلي، بس لعيبه خط الوسط شوفوا لا. بعدين التشكيل يعني واحد معليش مع احترامي نايف هزازي لاعب منتخب ومسجل في المباراة حقت المنتخب، أحطه احتياط زي السهلاوي وينزله آخر ربع ساعة وأبغاه يسوي شيء. وبعدين بدر قال كلمة جميلة جدا، إذا أنا عندي لعيبة ثلاثة محترفين أجانب وحاطهم احتياط هذه مصيبة. يعني صراحة لا في عك في النصر، بس برضو لازم رغم العك هذا أنا أقول يا نصراوين ترى ما في فريق في الدوري السعودي ما هو مديون، ودون جامدة. ولو راح الأمير فيصل بن تركي قسما بالله النصراويين تعانون معنا، إلا أنا قلت لازل تكلم استثناء إلا إذا كان يا نصراويين عندكم واحد ملتي مليونير يبغى يسدد كل ديون النصر ويجيب لعيبة على مستوى يعني عالي. أنت تقول أنت كأنك تقول إنه النصر في حاجة المادة، من دون المادة يعني محمد. فيصل بن تركي استغنى عنه في حالة المادة، بس إذا في واحد يبغى يجي يمسك محل فيصل بن تركي وعنده مادة، أنا أقول بالعكس الأمير فيصل بن تركي صدقني لن يتوانى إنه يروح. بس صراحة أنا خلي النادي أتعب فيه سبع سنوات وأجيب اثنين دوري وأجيب كاس ملك وتيجي تقول لي يلا مع السلامة. وبعدين معليش من دول اللي يقولوا للأمير تركي مع السلامة؟ أحترم جمهور النصر وأقدر جمهور النصر، يا أخي أنت تشجع كيان ما تشجع أشخاص. أنت لما يروح فيصل بن تركي من راح يمسك النادي يا جماعة؟ النادي الآن اللي مر فيه نادي الاتحاد الآن، شوف حاتم باعشين ما يبغى يترشح نفسه في الانتخابات، يبغى مكلف، لأنه تعرف مكلف يعني أنا أخفقت ما أخفقت أنا مكلف. نهاية الموسم أمشي أي وقت يعجبني أنا أمشي، ما أنا مطالب ولا بأي حاجة. بس يعني أنت تفضل. أبو علي خايف تقول؟ خايف مين؟ هو خايف من مسألة أنه يكون رسمي حاتم باعشين؟ أيوه خايف أيوه خايف، رجل خايف. ما عنده مادة أنا أقولها الآن وأقولها بالفم. أتفق مع بدر؟ أيوه أتفق معاه، لأنه ما في يعني معلش ما في أحد بيدعم هذا الرجل. أنا أتكلم معاك من ناحية المالية، بالعكس أنا حاتم باعشين أتمنى أنه يكون رئيس نادي الاتحاد خمس سنوات. رجل فكر، رجل محترم، رجل نزيه بمعنى الكلمة، يعمل بصدق مع جميع. شوف يا بدر معلش انا دائما صراحه تضايقني كلمه رجل نزيه. لا يا كل اللي يشتغلوا في الانديه ان شاء الله انهم نزهه. أيوة وان شاء الله انهم انسان ناس شرفاء معايا ولا لا؟ انا اقول هذا بس على لاعبين على رئيس نادي بس. ايوه بس انت معليش انت تقول نزهه. لا انا اتكلم عن نادي الاتحاد، اتكلم عن نادي الاتحاد تمام. يملك الفكر، رجل يعني محبوب لدى اللاعبين ولدى الجماهير. مشكله حاتم باعشين هي في المشكله الماليه فقط. ان وجدت الأمور المالية في نادي الاتحاد أنا أتمنى بقاء حاتم باعشين. طيب وفين الناس اللي كانت تقول إحنا دافعين 100 مليون الآن ونحل مشكلة الاتحاد؟ كلام جرائد بالمختصر. أبو علي يا محمد ما في حدا اللي عنده 100 مليون حبيبي والله ما راح يدفع. يا أخي طلعوا وصرحوا الآن وعز المعمعة. محمد خليني أقول لك على حاجة. وقالوا إدارة إحنا إحنا, إحنا إحنا في البرنامج هذا صارت مشكلة على إدارة نادي الاتحاد، وطلبنا واحد من المسؤولين يطلع ولا حد طلع، جابوا الكاس ما شاء الله أول ما اتصلنا. أيوة عشان نوضح شو اسمه طبعا طيات المشكلة اللي هي إشكالية تأجير الملعب أنت تقصد. أيوة اللي كان 400 ريال اللي هو الملعب. ما طلع معانا بس لما جابوا الكاس كلنا بيطلع. أشوف دائما محمد في المناسبات وفي الفرح كل يبغى يطلع، وفي المشاكل وفي الماديات ما تشوف أحد. أنا قلت يا محمد إحنا نادي الاتحاد نادي عريق ونادي كبير، أنا أتكلم عن كيان الاتحاد مالي في الأشخاص. خلاص إحنا ملينا نتكلم في الأشخاص. يعني الاتحاد صلح حفل 90 كان في المباراة في الملعب، بعدين صار في حفل برا الملعب. لما تيجي تكلم الاتحاد يقول احنا ما لنا صلاح، هذه الشركة اللي صلحت. طيب معليش هذا بعض الأعضاء لو ما انعزموا كان يقوموا لك الدنيا وجلسوها، ما عزموا انا هذول الإدارة فيها. طيب
لو اللي حضر حدود 600-700 شخص. يا أخي لو مو 50,000 الواحد دفع من أعضاء شرف الاتحاد، 600 نفر ذولا لو دفعوا 30 مليون، نعم. 40 مليون، من 50,000 ما قلنا ندفع مليون، من 50,000. مو أنتوا تقولوا النادي والاتحاد والاتحاد، أنا أقدر أتكلم أتغنى لك في الاتحاد من الآن إلى 10 سنين قدام، التسعيني، الوقور، العميد، يا جماعة مو كل شيء تقدر تقوله في الاتحاد. الاتحاد حق جميع الإنجازات، ما يحتاج إنه لا حاتم باعشن ولا غيره، كل واحد طيب. رأس في الاتحاد حقه. عشان ما نطلع من موضوعنا الرئيسي اللي هو نادي النصر. أي. الآن بالنسبة للحل النصراوي لموسم جديد، انتهى موسمهم الآن خلاص، من الآن النصراوي يقعدوا مع بعض ويزبطوا أمورهم يا محمد، يزبط أمورهم النصراوية مع بعض. هي. ويشوفوا إيش اللعيبة الأجانب اللي يحتاجونهم، إيش اللعيبة اللي سؤالين على السريع أبو علي لك، مع بقاء فيصل بن تركي أم رحيله؟ والله شوف أيوة أو لا، أنا قلت لك أيوة مع عشان بس أعطيك السؤال اللي بعده. يا معني مع بقاء فيصل بن تركي، نعم. إذا بقى لازم يعدل، إذا رحل تجي إدارة معها المبالغ المالية، سدد الديون وتدي اللعيبة مستحقاتها وتبدأ مشروعها الجديد في النادي. بدر، مع بقاء فيصل بن تركي جلب مدرب ممتاز، تغيير بعض العناصر في الفريق، تمام، جلب الشيء الأهم، ها، إداري محنك ويحتوي جميع اللاعبين ولا يفرق بين اللاعب الفلان واللاعب الفلان. كلام جميل أبو علي، خليني أرجع لك في مسألة معينة عشان ننهي حديثنا عن نادي النصر. الإدارة الحالية فيصل بن تركي، ماذا عليها أن تعمل من أجل اجتياز هذه العقبة والمرحلة؟ أول حاجة على نقاط سريعة، أول حاجة الاجتماع بجميع أعضاء شرف النصر، المحبين له والمعارضين، هذا واحد. الشيء الثاني جمع جميع لاعبين. إيش الهدف من الجمع حق المحبين والمعارضين؟ أقول لك ليش، لأنه شوف في الرصاصة اللي ما تصيب تدوش، تعرف في بعضهم جالس بس في النت وجالس سووا فعلوا تركوا راح هذا سوى، تقصد في السوشيال ميديا، يعني في السوشيال ميديا وتعرفه في تويتر. يعني المفروض يجمعهم، تعالوا يا جماعة الخير اللي عنده القدرة المالية يمسك النادي. طب علي شوفوا حكاية ثانية، طب ايش الفرق بين السوشيال ميديا والتويتر؟ ما ادري، انا اقول لك انت اتحمس كده و يعني حكاية ثانية يعني انت تصيد علي يا محمد، ما عليك شعرك. لا فاقول لك مفروض هذا هو الشيء الثاني والمهم. يجب على النصراويين يعني يجتمعوا، يعني يا جماعة الخير ترى النصر قبل 7 سنين كان جلس سنوات وهو 7 8 6. أنا أتفق معك، شوف ولا لا. وبعدين خلاص يعني أنتوا كانت عندكم مشكلة، شيلوا حسين ردوا حسين، جيبوا فلان ردوا، خلاص نهاية الموسم. حسين ما لعب المباراة اللي راحت اليوم، مع ذلك النصر هم كذا، هم شوف الجمهور زي كذا. يعني شوف اليوم الأهلي وجه، أنا ما أدري كم النتيجة محمد، 6-6. شوف دحين ايش يطلع المرزوقي، نجم وجدي، احسن مدرب، احسن اداري فريق، وقرص هذا يعرف يقرا. لا لا لا، جمهور الاهلي عنده موقف معين وانت عارف. لا لا لا، جمهور واعي. لا لا لا، جمهور النصر مو واعي الا جمهور واعي، بس ما تدخل. لا انا اقول جمهور الاهلي عنده موقف معين. الحين معليش يا بدر، انت ما انت جاي هنا محامي عن الاهلي. لا انت محامي، انت تقول جمهور الاهلي واعي وجمهور النصر مو واعي. انا ماني محامي. لا انت معليش، انت تقول جمهور الاهلي واعي جمهور النصر اختلف. كيف يختلف؟ ايش في؟ انا ما اتكلم على الجمهور. انت هو الكلام على الجمهور الان، كيف ما اتكلم؟ انت تقارن بين النادي الاهلي وبين نادي النصر على حسب المشاكل والاشكاليه. لا انت عارف الاهلي انت عارف النادي الاهلي من اللي يقود النادي. معلش احنا انت تبغى تبان قدام جمهور الاهلي بطل. لا تبغى تبان قدام جمهور الاهلي بطل. لا معلش، اللي يقود النادي الاهلي الامير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز، ولا احد. طيب وفي النصر الامير فيصل، لحظه في النصر في الامير فيصل بن تركي، ما يقصر الامير فيصل. انا بتكلم عن النادي الاهلي. معليش ان الامير فيصل بن تركي حقق لما جاء في خلال 7 سنوات حقق مرتين الدوري، وانا اقول لك انجح رئيس نادي في العشر سنوات هذه الامير فيصل بن تركي. طيب خلاص، ليش انت يعني انا ما انتقد الامير فيصل بن تركي. انت وانا انتقد العمل الامير فيصل بن تركي الموسم هذا، ما اتعامل مع الفريق النصراوي زي ما اتعامل معاه في دوري متصدر لا تكلمني ودوري 2015. معلش، كان عندك مدرب على أعلى مستوى، كان عندك جهاز إداري محنك، كان محتوي جميع اللاعبين، تمام. يا سلام، ما كنت تشوف محمد بالله دقيقة ما كنت تشوف جميع المشاكل. طيب تمام، ممتاز، ممتاز. طيب أعطيني النقطة الأخيرة اللي عندك أبو علي عشان أيوه نطلع من الموضوع. بدي أديك النقطة. تفضل. هو الآن يقول يقود الأهلي، والأهلي العام جاب 3 بطولات، السنة دي ما جابوا ولا أي حاجة. اللي جابها مين؟ في خلل في النادي الأهلي. مين اللي جابها؟ طب أنا أسألك سؤال، مين اللي جابها؟ مساعد الزهري ولا الأمير خالد؟ مساعد الزهري ولا الأمير؟ لا الأمير خالد، ما في أحد حقق. معليش، أي رئيس في النادي الأهلي يجي، مع احترامي لكل الرؤساء، اللي رأس النادي الأهلي الأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز
العزيز هو الداعم لهم، ولو ما الأمير خالد بن عبد الله أنت تدخل زيك في متاهات زي نادي الاتحاد درجة أولى. شوفوا لا يعني الأمير خالد بن عبد الله هذا الرجل كل الأهلاويين ما يوفونه حقه أبدا. شوفوا لا أنا أتحدى يعني ما أقول أتحدى تحدي إنه ما في أحد يقدر يدفع يمكن في أي رئيس نادي واحد في 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 في, في, في المليون من اللي بيدفع الأمير خالد بن عبد الله. الأمير خالد جميل. بن عبد الله طيب. بيجيب الرؤساء شوفوا لا يقول لهم بس أطلعوا المنصات. طيب كلام جميل. يطلع منصات يعني أنت تتكلم إنه الرئيس ما له أي تحكم، هو مسير مو مخير. كيف مسير ومو مخير؟ أنت بتقول يطلع المنصات يتصور. يطلع لا لا ما قلت يتصور، أنت اللي قلت يتصور. أنت اللي تقول يتصور، أنا قلت يطلع. لحظة. أيوه. لحظة لا تقولني كلام. لا أنت قلت أنت يطلع يتصور. بدر مين اللي قال؟ هو قال يتصور ولا لا؟ هو قال يطلع المنصات. يطلع المنصات يتصوروا. يطلع المنصات يتصوروا لأنه جايب لهم كل حاجة، محقق لهم كل حاجة. الأمير لما حقق لك كل شيء ايش تبغى انت اكثر؟ انا ما قلت يتصوروا في النهايه. انت اللي قلت قلت الرئيس يطلع يتصور. ايوه يطلع يتصور. طيب يطلع يتصور انا قلت شيء غلط. معليش محمد كل مشاكله منتهيه، ما عنده اي حاجه، ما عنده ضائقه ماليه، ما عنده مدرب يشتكي، ما عنده لعيبه يشتكوا من رواتب. انا اعرف انه النادي الاهلي فعلا مثل ما ذكرت انت انه الامير خالد هو الكل في الكل، ولذلك احنا نعرف انه هو وراء كل انجاز اهلاوي. عشان نطلع من الموضوع خلينا نروح على موضوع البياوي. يغلق طريق الرحيل أغلق التونسي نصيف البياوي مدرب الفريق الأول بنادي الرايد طريق رحيله عن النادي القصيمي، وأوضح البياوي أن سفره أمس الأول إلى قطر كان من أجل حضور مناسبة خاصة وليس الانضمام لأحد الأندية هناك. ما هي الدوافع اللي تطلق هذه الإشاعات على مغادرة لاعب مغادرتنا مدرب نادي الرايد أبو علي؟ والله بالعكس ممكن الرجل عنده مناسبة وراح للمناسبة هذه. أو إيش الغرض من الإشاعات هذه؟ والله يا محمد تعرف انت يعني الاشاعات هذه دائما ابدا انت بعض الاحيان تدينا حاجه كذا ونجي احنا نقول يا محمد فين. لا انت ما شاء الله تبارك الله الاعلاميين اللي طلعوا الاشاعات. اسمح لي اقول لك يعني ابو سعيد ما شاء الله حق اشاعات كثير انا اعرف و بدر لا 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 والله جد محمد يعني زي شوف يعني ضرب الاشاعات زي لما انت طلعت قبل فتره وجيت قلت الاتحاد هابط الدوري الدرجه الاولى. طيب هذا الكلام مو سليم؟ لا مو سليم ما في قرار طالع في الفيفا؟ لا ما في قرار في الفيفا. لا يا رجل فين الفيفا؟ الفيفا هم اصحابك يا محمد تقول الفيفا. انا اقول لك الفيفا ما في قرار طالع. لا ما في كيف ما في؟ ما في. طيب انا اقول لك شيء. الناس اقول لك شيء اسمع مني، لو ما في قرار طالع في الفيفا كان في مساله الهبوط لدوري انديه الدرجه الاولى ما كان غادر الاتحاد، ما كان الاتحاد الآن في حالة عدم استقرار. الإدارة إلى اللحظة هذه ما طلعت وردت للجمهور وطمأنته عن الحالة. اللي قاعدين نشوفه فقط من ياسر المسحل بعض سنابات وكلام هذا اللي ساير، لكن الأمر الواقع في ورقة طلعت قالت إنه الاتحاد ما فيه هبوط. أنا أبغى الكلام هذا كل القنوات وكل البرامج الرياضية طلعت وأكدت على كلامي إنه الاتحاد عنده قرار هبوط إلى أندية الدرجة الثانية مش الأولى. معلش محمد هذا تقول لي والله أنت تطلع إشاعة. لا معلش هذا الناس كلها بتقوله. أنت عندك خطاب من الفيفا؟ ها ورينا خطابك حق الفيفا. مين أنت؟ أنا عندي خطاب. أيوة. طب أنت كان طلعته البرامج الثانية أشطر مني. طيب بس أقول لك أنت تقول إحنا نتكلم على ما يتداول داخل أروقة الفيفا. ما أروقة في مين؟ الفيفا. لا انا اعتقد محمد ما الكلام ذا مو داخل الفيفا. هنا الناس صعدوا الكلام ما لا الفيفا كيف صعدوا الكلام؟ هنا صعدوا الناس من راح ما في رماد قبله ما في نار. لا حطها قاعده. حنتكلم انا وياك بعد الفاصل. حناخذ طيب. فاصل قصير وخليكم معنا على السمع. الليله مي خالصه شكلها مع سيد المرمش هذا. حياكم الله مستمعينا الكرام ورجعنا لكم من جديد بعد الفاصل أكيد على السمع والتواصل. طبعا راح أذكركم بأرقام الرسائل على STC 851040 موبايلي 66301 زين 70-13-13 عشان أعيد لكم إياها من جديد. الرسائل STC 851040 موبايلي 66301 زين 70-13-13 ترسل رسالة المنصة وإحنا نعيد التواصل معاك إن شاء الله بإذن الله من خلال حلقتنا عشان تشاركنا أكيد في مواضيعنا من خلال الحلقة اليوم. خليني أرجع في حديثي. كهربا صرح لم أستلم رواتبي حتى الآن. أكد لاعب فريق الاتحاد محمود عبد المنعم كهربا سعادته بالتواجد في صفوف الاتحاد مشيدا بالجماهير السعودية العاشقة لكرة القدم، وقال كهربا في تصريحات تلفزيونية
لا أشعر بالغربة منذ وصولي لمدينة جدة، الناس هنا يتعاملون معي بشكل رائع جدا. تعرضنا لمعاناة منذ بداية الموسم في الاتحاد، ونحمد الله على فوزنا بكأس ولي العهد، وأوضح منذ أول يوم لي أنا هنا أشعر من أنني من أبناء نادي الاتحاد. لم أحصل على راتبي منذ 3 شهور، هل يحقني كهرباء أن يفسخ عقده يا أبو علي؟ هو أساسا راح ينفسخ عقده أساسا تلقائيا، لأنه لأنه تعرف مرتضى منصور دخل في يعني الآن يبغى مبالغ ضخمة من نادي الاتحاد، وجالس يطالب باشياء كبيره. يسوى 100 مليون يورو؟ 100 ايش؟ 100 مليون يورو يقول. مع نادي الزمالك ولا هو لحاله؟ الاتحاد؟ لا رجل. لا كهرباء. لا انا كهرباء بالنسبه لي يعني يقول لك بعد الهدف اللي جابه في كاس الهلال 100 مليون يورو. لا يعني حقه مليون دولار في السنه كويس، يعني صراحه لاعب، هو لاعب جيد، لاعب ممتاز. بس انه يعني ما مبالغ، نادي الاتحاد ترى يا جماعه الخير طلع لعيب احسن من كهرباء مليون مره. طيب هل كهربا يرغب بالتجديد للاتحاد تتوقع بدر؟ والله اشوف او بدر، خليني اخذ بدر وارجع لك ابو علي. طيب تفضل بدر. شوف هو يعني حتى لو هو يتمنى القرار ما هو في يد ابو علي، عنده في داخله أنا عارف عنده انفجار اليوم، هو زعلان عشان انا دافعت عن النادي الاهلي. أي. المهم شوف يا اخي بيطلع انه هو سوبر لا, لا 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 بيطلع سوبر قدام جمهور الاهلي. أي. شوف هذول كذا يطلع سوبر انه دافعت عن الاهلي، يعني هو بدر احنا ما دافعنا والله. طيب بدر اعطيني اجابتك على السؤال، هو قرار فيه طبعا نادي الزمالك. الكل يعرف انه محمود كهربا طبعا جاي لنادي الاتحاد اعاره، تمام. هو مو موضوع انه بعد هدف ولي العهد 90 مليون، لا شافوا لابس ثوب وشماغه ولمس قال لهم 150 مليون يورو زود عشان الثوب والشماغ. اشوف خلينا نكون واقعيين، يعني الاتحاد ما عنده المبلغ هذا حيدفعه يعني في لاعب واحد او لانه يسدد ديونه. والى الان طبعا ما اتضحت الرؤيه في موضوع تسجيل الاتحاد للمحترفين. أنا اللي حسب الأنباء والمصادر اللي عندي واللي متأكد منها إنه الاتحاد ما حيستطيع يسجل، لأنه انتهت المهلة 21 يوم المقدمة من الفيفا للاستئناف في الحكم الصادر من لجنة الانضباط في الفيفا، تمام. عدى 21 يوم ولن يقبل استئناف نادي الاتحاد. طيب تتوقع إنه نادي الزمالك ممكن يعرض اللاعب لنادي غير الاتحاد؟ في 2 أندية سعودية يبغوا اللاعب. أعطيني 2 أندية سعودية، مين ومين؟ واحد في جدة واحد في الرياض. هتخليها رايح جاي كذا، اعطيني اسم واحد في جدة الاهلي ما في غيره. الربيع يقدم. ما عاد صار اسم الاهلي، نادي جدة ما عاد صار اسم الربيع. طيب اتوقع الاهلي. اوكي الاهلي او الهلال. الاهلي والهلال ممكن. يعني مو صحيح، يعني اشاعة تقريبا. طيب كلام جميل. ابو علي والله شوف يا محمد، هذه الاشاعات هي هذه اللي جالسه تدخلنا اللاعب في نادي يبغى من في جده. اول حاجه الاهلي، النادي الاهلي في اعتقادي انه ما راح يتعامل اطلاقا مع مرتضى منصور بعد الحاجات اللي قالها عن النادي الاهلي على قصه عبد الشافي والاشياء اللي جالسه والكلام اللي طلع مرتضى منصور في حق النادي الاهلي. النادي الاهلي اكبر من انه يفاوض واحد زي مرتضى منصور، شوفوا لنا. هذا واحد. الشيء الثاني، احنا نجلس نقول نادي الاتحاد، نادي الاتحاد نادي كبير، يعني معليش بدر جالس يوزع لعيبته بمزاجه. لا انا لسه الى هذه اللحظه اللاعب عنده تقصد بدر عقيل؟ لا ايوه بدر عقيل، بدر مين؟ ايوه طيب فلسه اللاعب كيف وزع اللعيبه؟ انت تقول انه الاتحاد ما يقدر يسجل، بس اللاعب مستمر. ايوه حينتهي. طيب عشان بس نخلص من الموضوع هذا عشان ناخذ اتصالات المتصلين. طيب. كمان وتواصلهم معنا. لا بس انا زي ما قلت لك، لا الاتحاد ان شاء الله تنحل مشاكله. شوفوا لا واذا انحلت المشاكل راح يرجع كهرباء لنادي الاتحاد وممكن يستمر اللاعب، لانه اللاعب انا قابلته قبل يومين انا امين وقال هو مرتاح في نادي الاتحاد وممكن يجدد معاهم. طيب طبعا كشفت مصادر في الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه اتفق مع جميع أعضائه بعدم التحدث عبر الإعلام عن الوضع المالي الحالي الذي تمت إثارته مؤخرا على أن يجتمع وينهي الملفات العالقة في الاتحاد الحالي، خصوصا أن هناك سوء فهم لبعض المواضيع المالية التي تخص مطالبات من بعض من الأعضاء من الجهات أو الأشخاص، وسيتم التوضيح والإثباتات وإتاحة المجال لكل من يرغب بالحديث عن أي شيء من أي عضو سابق. من جهة أخرى يبدأ أمين عام اتحاد الكرة عادل البطي غدا الاثنين أول مهامه الرسمية الخارجية في اجتماعات الاتحاد الآسيوي مع أمناء الاتحادات الأهلية ل 47 دولة في القارة بمقر الأمناء في الاتحاد القاري في ماليزيا طبعا في كوالالمبور لمدة 4 أيام لمناقشة الرؤية الجديدة والمشاكل التي تواجه الأمناء في الاتحاد القاري. هل هاجس الرواتب للعاملين يعود مع هذا الاتحاد أبو علي؟
والله شوف محمد الرواتب, انا قلت لك الامور الماليه هذه اشكاليات كبيره صراحه يعني في في, في الاتحاد السعودي لكرة القدم, وعندهم مشاكل كبيره, وان شاء الله انهم يعني يعني الدكتور عادل عزت والناس المجموعه اللي معاه ان شاء الله انهم قادرين يحلوا كل المشاكل. ودائما يا محمد كلام جميل جدا لما هم يعني ما يطلعوا يتحدثوا بالشيء ده لين يخلصوا كل الامور الماليه حقتهم ويخلصوا كل شيء وبعد كده يعلنوا, لانه شوف الى الان يمكن الاسبوع الجاي واللي بعد تتم بعض التعيينات في الاتحاد السعودي لكرة القدم, لأنه لسه إلى الآن ما اكتمل بالنسبة لهم النصاب كامل في جميع اللجان في الاتحاد. وهذه الأشياء صراحة أنا يعني أنا دائما معها, إنه أنت تشتغل وبعد كده تظهر للناس شغلك, أما تتحدث وما تشتغل هذه مشكلة. بدر, هل تتوقع إنه هناك ما يدعو للتخوف من هذا الاتحاد الحالي؟ والله شوف طبعا إحنا بشوفنا العقود الرعاية اللي عملوها الاتحاد السعودي, طبعا هذه كلها حتعم بالفائدة على الاتحاد السعودي بإذن الله, أنه ما حد يتكرر أخطاء الاتحاد السابق. طبعا الكل يعرف أنه رئيس الهيئة المالية في الاتحاد السعودي يمكن يوضح لي الأستاذ عبد الإله مؤمنة ولا لا أبو علي؟ يا عبد الإله مؤمنة. أستاذ عبد الإله مؤمنة طبعا شخصية استثمارية ذو عقلية, طبعا رجل ذو فكر عالي جدا, وبإذن الله يعني حيحد من موضوع المصروفات الزايدة وحصر الديون, وصدقني حيكون يعني معطي لكل ذي حق حقه. كلام جميل. خلينا ناخذ اتصال ونقول مساء المنصة في أول اتصالات المنصة. هلا وسهلا. ألو. يا مرحبا, يا هلا وسهلا. مساء الخير أخوي محمد. مساء كأنوار يا رب إن شاء الله. يا هلا وسهلا أخوي فيصل. كيف حالك؟ طيب. مرحبتين, الله يسلم عمرك يا رب. عندي سؤال أخو محمد عن إدارة الاتحاد, هل في تكليف ولا في انتخابات ولا حايشين حنا؟ والله طيب احنا في فقرة تسأل ضيوفنا السؤال, توجهه لمين, سعيد ولا بدر؟ لا سيد, لا الاثنين سوا ما في مشكلة. طيب الاثنين حيجاوبوا. بالنسبة لمحمود كهربا, الرجال إن شاء الله شارينا وإن شاء الله جدد معانا إن شاء الله بإذن الله, إن شاء الله يتم التوفيق ما بين اللاعب وكذلك ناديه. أذكركم بأرقام التواصل طبعا على 012-6161-100 وعلى 011-217-8585. أخذ اتصال وقل مساء المنصة. ألو. ألو مرحبا. طيب خليني أرجع للرد على السؤال بس بطريقة سريعة. بدر تفضل. هو لا طبعا اتضحت الرؤية والمصادر طبعا تقول أنه حيكون في انتخابات نهاية الموسم الحالي من قبل هيئة الرياضة. كلام جميل. أبو علي, هو لازم يا محمد يصير فيه صراحة انتخابات, لأنه التكليف ده صار يعني بالذات للاتحاد, نادي الاتحاد مشكلة كبيرة. طيب سؤال سؤال فيصل كان هو تكليف ولا انتخاب؟ لا انتخاب. الناس ما راح تقبل الآن إلا برجل منتخب 4 سنين على أساس يحل قضايا الاتحاد. كلام. لأنه التكليف يمكن بعد 6 شهور يقول لك أنا مستقيل, ما تقدر تقول له شيء. صح كلام. نأخذ اتصال ونقول مساء المنصة. ألو ألو يا مساء المنصة, كيفك محمد؟ مساء النور أختي حنان, يا هلا. كيفك سعيد؟ الله يحييك يا حنان. بسميك الجلاد المنصة. طيب مقبولة. جلاد المنصة يناسب ولا ما يناسب؟ يناسب. تفضلي يا حنان. أول شيء يعني أبارك للملوك وأقول لهم أنتم معروف يعني هذه البطولة لكم, وأشكركم على المستوى اليوم, وأقولكم تعطونا الأهلي حقه. يعني البارح شفناكم سويت احتفالية عن الهلال وجبتم بركات للهلال, اليوم نبغاكم تجيبون للملك أكيد بإذن الله إن شاء الله. استاهل الأهلي. على خير يا رب. شكرا يا أختي حنان. وش رأيكم في عمر السومة؟ طيب السؤال توجهي لمين, بدر ولا سعيد؟ لا سعيد, ما في غير سعيد. طيب يعطيك العافية, شكرا لك. طيب ناخذ اتصال ثاني ونقول مساء المنصة. ألو السلام عليكم. يا هلا وسهلا, مين معي من وين؟ معك أبو عيان من جيزان. هلا أبو عيان, مرحبتين أخوي. أخي الوضع في موضوع كهرباء ما كهرباء, هل فعلا يعني يبغى يجدد مع الهلال يبغى الاتحاد ولا الهلال يبغاه ولا؟ نعم. نورونا يا الأخ بدر. الأخ بدر السؤال عندك. طيب شكرا لك يا أبو عيان, يعطيك العافية. ناخذ اتصال ثاني ونقول مساء المنصة. ونقول مساء المنصة. ألو. السلام عليكم. يا هلا. ألو. يا هلا وسهلا, توطي لي صوت الراديو بس لو تكرمت تكون معي من السماعة. شكرا يا حبيبي, الله يبارك فيك, تفضل. تحية لك وتحية لسعيد إن شاء الله, وبتكلم جزئية الاتحادية, وقبلها بارك للجمهور الأهلاوي. مبروكين. مني اتحادي. مبروك. ابغى اتكلم عن الجزئيه الاتحاديه, وانه اتفقوا على الانتخابات. نعم. والكره السعوديه تتجه الى الخصخصه. وفي ظرف ال4 أشهر القادمه يعني الانتخابات اللي حيصير بعدها عزل للاداره اللي حتنتخب, لان حيصير فيها الخصخصه. يعني ايش فائده الانتخابات الجايه؟
إذا كان حيصير فيه خصخصة للأندية. طيب سؤالك لمين توجهه، سعيد ولا بدر؟ للكل أبغى وجهة النظر يعني. طيب. الزواجية في الرأي يعني بس. كلام جميل، شكرا لك يا عزيزي، يعطيك العافية. نأخذ اتصال ثاني ونقول مساء المنصة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، يا هلا. أهلا وسهلا أخي محمد. مرحبتين، مين معي من وين؟ أبو مشهور من جدة. يا هلا وسهلا يا أبو مشهور، مرحبتين أخوي. يا أهلا وسهلا، أول شيء مبارك للأهلي. مبروكين. والله يوفقهم يا رب كل الأندية الأربعة. بإذن الله يا رب. وعندي نقطة مهمة بشأن الاتحاد. نعم. الاتحاد وضعه مزري. صح ولا لا؟ صحيح. من كهرباء باي باي الاتحاد. أو لا؟ معك، احنا نسمعك، تفضل. فودي ينورنا على اخ سعيد كيف. طيب ابو مشهور، السؤال عندك يا سعيد ابو مشهور. طيب يعطيك العافيه ابو مشهور، شكرا لك. طيب حنطلع فاصل قصير وحنرجع ثاني مره ناخذ اتصالاتكم. انا شايف ما شاء الله تبارك الله اتصالات يعني فل من بدايه ما فتحنا الاتصالات، ولذلك حنكون بس فاصل قصير. خليكم معنا على السمع، لا تبعدوا كثير، وحنرجع نتواصل معاكم على الارقام التاليه على 0126161100 و011217885. مستمعين المنصه خليكم على السمع. حياكم الله مستمعين الكرام، ورجعنا لكم من جديد بعد الفاصل أكيد على السمع والتواصل عبر الأرقام التالية على 0126161100 و011217885. أيضا على الرسائل على STC 851040 على موبايلي 66301 زين 70-13-13. فقط ترسل رسالة المنصة وإحنا نرجع ثاني مرة نتواصل معاك من خلال حلقتنا اليوم. خليني أخذ التواصل من جديد في سؤال الحلقة طبعا اليوم عشان أذكر في السادة المستمعين، اللي هو من يتحمل خسارة النصر من أمام الهلال، المدرب، اللاعبين، الإدارة، الجميع؟ هذه الخيارات طبعا من استفتاء برنامج المنصة وعلى صفحات ألف ألف في السوشيال ميديا. نأخذ اتصال ونقول مساء المنصة. مساء النور، السلام عليكم. يا هلا وسهلا أخوي فارس. هيا الله أخي محمد. مرحبتين القطوع، ما سمعنا صوتك لنا فترة. والله أنا الصامت شغال يا أخي محمد. طيب أهم شيء إنك تسمعنا يعني دائما. لا معكم متابع والله. فارس كيفك إن شاء الله؟ طيب الله يسعدك أخوي سعيد، أنا مبسوط والله الأخ سعيد موجود والأخ بدر لأول مرة يعني، كنت دائما بتداخل الأخ بدر موجود عنده هجمة الحين شرسة في تويتر عشان موضوع العويس. يبدو الأخ بدر أنه حط تغريدات كذا والبعض الجماهير فهمها خطأ. أنا أقول الكلام الأخ بدر صحيح يعني، التغريدات اللي غردها صحيحة، لكن الإشكالية عندنا ما تدري أنت الاتحاد هذا اتحاد عزة يعني، ما تدري إيش يصلح يعني، تأجيل ورا تأجيل، ما أدري إيش الهدف من تأجيل موضوع العويس. طيب حيجاوب عليه يعني. أنا السؤال أخويا محمد أخوي بدر، إلى متى لجان عزة بهذا الضعف؟ كل ما جت مشكلة كون لها لجنة. الأمر الآخر، مبروك النادي الملكي النتيجة الطيبة والمهمة، أتمنى بهذه الروح يعني لعيبة الأهلي بهذه الروح بإذن الله حنجيب الكاس بإذن الله. تحياتي لكم. بالتوفيق إن شاء الله يا فارس، شكرا لك. طبعا بدر عندك الرد، تفضل على السريع. أول شيء أشكر الأخ فارس طبعا على الكلام طيب والجميل. أما بخصوص قضية العويس وضعف اتحاد عزة، أنا والله ما أعتقد أنه في ضعف الاتحاد السعودي. هي طبعا يعني هم كانوا صريحين معنا من البداية، هم كونوا لجنة، ولكن الآن القرار كله في محكمة التحكيم، تمام؟ ومحكمة التحكيم طبعا عندها كل المستندات وكل الأوراق الرسمية. نعم. حتى التفويض اللي قالوا ما في تفويض من نادي الشباب، طبعا حسب علمي أنه اتضح أنه فيه التفويض. وطبعا أنا ذكرت القرار اللي حيصدر محكمة التحكيم عبر حسابي، طبعا سيبطل عقد اللاعب مع نادي الشباب بسبب طبعا بعض الإساءات، وإعلان نادي الشباب عبر بيانات رسمية أنهم ما هم في حاجة اللاعب وأنه كيان أكبر من اللاعب. نعم. ومن هذا القبيل سيبطل عقد نادي مع نادي الشباب، وسيتم تثبيت عقده مع النادي الأهلي، وطبعا بدون أي مقابل مادي لنادي الشباب، لأنه كان توقيع اللاعب صحيح وسليم. كلام جميل، نأخذ اتصال ونقول مساء المنصة. مساء الورود، السلام عليكم. يا هلا وسهلا أخوي محمد، تفضل. هلا، شلون أخ محمد؟ الله يبارك فيك ويسلمك، تفضل يا حبيب. أول شيء أمسي على الأهلاوية وأقول له مبروك فوز الأهلي وتأهله. يستاهلوا، مبروكين. ويستاهلون، وخاصة الأخت حنان من مكة ويستاهلون. شكرا لك، الله يعطيك العافية. يا تعويس الله يعني. ممتاز انها انتهت وان شاء الله تنتهي على خير. شكرا لك يا ابو حميد، يعطيك الف عافيه. ناخذ اتصال ثاني ونقول مساء المنصه. الو السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا وسهلا، مين معي؟
مساكم الله بخير، معكم محمد خالد من جدة. هلا يا ابو حميد، تفضل يا حبيبي. ممكن انا امسي عليك ومسي على ضيوفك الكرام. متشرف. انا عندي الى الاخ سعيد. نعم. كل صراحه وبتكلم انه رئيس النادي بس يطلع يستلم الكاس وينزل. طيب الجمهور لما مثلا يغضب على النادي يتكلم يقول رئيس النادي ما يقول لا مدرب ولا يقول امير ولا يقول اي حاجه. يا ريت يجاوبني على السؤال هذا. طيب حجاوبك عليه، الله يعطيك العافيه ابو حميد. طيب سعيد، بالعكس من حق شوف اي جمهور في المملكه، مو جمهور النادي الاهلي هو يتكلم عن جمهور، من حق اي جمهور يعاتب رئيس النادي ويتكلم مع رئيس النادي ويقول كل ما في خاطره، هذا حق مشروع للجمهور. بس انا دائما اقول دائما وابدا بالذات لجمهور الملكي، يعني الجمهور الاهلاوي الجمهور الواعي هذا، شوفوا لا انت لما تجي تزعل على رئيس او على مشرف عام على فريق او على مدرب، انت لما تجي تقاطع ما تقاطع المدرب والرئيس، انت تقاطع كيان. انت من حقك انك تنتقد، ما كل واحد له حق مشروع. هو بيقول لك على انك انت بتقول ان الرئيس يطلع ياخذ صوره وينزل، يعني الكلام بيوجه للرئيس. انا اول حاجه ما قلت الرئيس ياخذ صوره ابدا، انا قلت رئيس النادي الاهلي رئيس، ما يعني كل الانديه تتمنى انها تمسك اداره زي اداره النادي الاهلي. رئيس النادي الاهلي له دعم، له وقفه، له كل شيء. تفضل. انا ما معليش انا ما حاجي يعني على ما يقولوا اخذك في خانه كذا، ولكن عشان التوضيح انت قلت في منطقه معينه قلت ان الرئيس في الاهلي يطلع يتصور ولا ما قلت يتصور. ما قلت يتصور، رد علي بعد كذا بس خليني اقول كلام، اديني مساحه للكلام. وقلت انه في النهايه وراء الانجازات الامير خالد عبد الله، والأما الرؤساء يطلعوا يتصوروا مع البطولات وينزلوا. هذا الكلام ما قلت؟ لا انا ما قلت تصور. طيب. ما قلت. طيب هذا انت قلتها من عندك وانت بترجعها. انا قلت ايوه وبدر يشهد على كلامك. مين يشهد على الكلام ده؟ ما شهد الله سبحانه وتعالى. خلينا ناخذ الاتصال. ومن حقي رحم محمد رد. انت رد. رد. من حقي رد. 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 انا اوضح الصوره هذه، انا اقول انه ما في اي رئيس للنادي الاهلي يعني كل الاشياء موفره له، مفروض يطلع المنصات التتويج ويجيب كل البطولات. انت كده وضحتها. ايوه يجيب كل البطولات لانه حصل دعم ما يحلم. يعني خليني اقول لك على حاجه، رئيس نادي الاتحاد مو محصل هذا الدعم وجاب بطوله، سلف وديون ومشاكل وجاب بطوله. طيب انت طب ليش في الاهلي الان موفره كل الامكانيات وما جاب بطوله؟ يا سلام عليك، هذه انا قلتها من اول، هذه مشكله لعيبه يتحملوها اللعيبه، 70% يتحملوها اللعيبه و30% يتحملها مدرب. نعم. شوفوا لا يعني ما دام انه انا محمد محقق لك كل شيء ومسوي لك كل شيء، مو لازم تحقق انجاز للجمهور؟ طيب هناخذ اتصال ونقول مساء المنصه. الو السلام عليكم. عليكم السلام، هلا وسهلا، مين معي من وين؟ معك سامي أبو عبد الرحمن من جدة. يا هلا وسهلا أخوي سامي، مرحبتين. هلا فيك، أمسي عليك وعلى ضيوفك الكرام. يا هلا وسهلا. يا هلا وسهلا فيك. تفضل. أبارك الجمهور الأهلي الملكي فوز اليوم إن شاء الله وعقبال الكاس إن شاء الله. طيب يا سامي شكرا يا حبيبي، الله يعطيك العافية. الله يسلمك. ناخذ اتصال ثاني ونقول مساء المنصة. السلام عليكم. ألو. ألو. يا هلا وسهلا، مين معي من وين؟ السلام عليكم، ماهر الجهني من جدة. هلا يا ماهر. أول شيء أبارك للنادي الأهلي الملكي الفوز اليوم. مبروكين. ومبارك لاعبنا عمر السومة 100 هدف يستاهل عمر. ورد سعيد، رد بسيط على سعيد. ترى صح اللعيبة 70% والمدرب 30%، بس إذا كان مستوى اللعيبة طايح هنا دور الرئيس والمشرف يتشلون الفريق. بس اليوم فرح، لكن بكرة إن شاء الله لنا كلام. طيب كلام جميل، يعطيك ألف عافية، الله يبارك فيك، شكرا يا ماهر. ناخذ اتصال ثاني ونقول مساء المنصة. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبتين أختي هدى. مساكم الله بالخير. يا هلا وسهلا أختي، مرحبتين. صراحة بتكلم عن سؤال الاستفتاء اللي طرحته. تفضلي. أنا بصراحة أشوف أنه اللاعبين والمدرب هم السبب، هذا أول شيء. اللاعبين هم نفس اللاعبين اللي موسم 2014 و2015، هم نفس اللاعبين اللي الآن موجودين، وهم نفس اللاعبين الآن وصلوا مركز الثامن العام الماضي. نعم. فأعتقد لعيبة النصر عندهم مزاجية. إذا شاءوا أدوا مباراة من أعلى ما يكون، وإذا شاءوا نزلوا بالمستوى. أمس كانت المباراة سيئة جدا. نعم. لم يكن الهلال في أفضل مستوياته، لو كان الهلال في أفضل مستوياته كانت حصلت مباراة كارثية. صحيح. الهلال ما كان ممتاز، بس كان النصر سيء، كان لو تلعب كأنه قاعد تلعب مع فريق حواري. إحنا نعرف كذا، شفنا كذا دربي، ونعرف الدربيات اللي تصير بين الهلال والنصر. أمس ما لها أي علاقة بالدربي بين الهلال والنصر. كذلك المدرب انت عندك ثلاثة محترفين تحطهم جنبك ليش؟ نعم. اذا انا عندي مدربين واجيب محترفين واقفع عليهم ملايين ويجي المدرب يحطهم على الدكة، شو اللي انا استفيده؟ طيب انا شو بقف المدرب ذا؟
كلام جميل. أقل مدرب أبناء البلد أفضل من المدربين اللي من برا. والله يعطيكم العافية. شكرا لك يا أختي هدى. طبعا نتمنى من الأخ فارس القحطاني يرجع يتواصل معنا عبر البرنامج والكنترول عشان يكون في طبعا معك رقم التواصل معه. طيب حيكون إن شاء الله بإذن الله ضيفنا غدا من مستمعين المنصة. باقينا واحد من الضيوف إن شاء الله حيكون اختيارهم عن طريق فريق عمل المنصة ليكون ضيف على طاولة المنصة غدا بإذن الله. نأخذ اتصال ثاني ونقول مساء المنصة. ألو. السلام عليكم. يا هلا وسهلا. يسعد لي مساك محمد، كيف حالك؟ ومساك يا رب ان شاء الله. مين معي؟ سامعنا اول شيء عشان الصوت كذا الحبال الصوتيه. الله يكون في عونكم يا عمي، انا قبلكم سابقكم باسبوع لا تشيل هم. الحال من بعضه حبيبي يعطيك العافيه. الف لا باس ان شاء الله. من جده. مش من جده. يا هلا وسهلا يا حبيبي. هلا باس. الله يحييك. اول حاجه احب ابارك جميع جماهير الملك الهلالي فوز امس. وللامانه يعني الهلال ما كان جيد يعني عشان واحد يفوز ويخسى الاشياء السلبيه في المباراه. لكن بإذن الله يعني الجايات بيعدل المدرب واللعيبة يشدوا حيلهم إن شاء الله، وبالتوفيق لله إن شاء الله، وكذلك للأهلي والجميع الفرق. لكن للأمانة يعني الهلال أمس كان سيء، بس النصر أسوأ من الهلال كمان. كلام جميل. يعني زي ما ذكرت الأخت هدى للأمانة كلام مضبوط، والنصر كان جدا سيء. يعني الأمانة ترى مو المباراة دي فقط، حتى مباراة الاتحاد. يعني إذا الاتحاد كان بعافيته تصدقني كان ينتهي قبل شيء 3-4، واللي الهلال إذا كان بعافيته قبل شيء 5-6. طيب شكرا يا يعطيكم العافية. شكرا يا باسم، يعطيك العافية أخوي. ناخذ اتصال ثاني ونقول مساء المنصة. ألو. ألو مرحبا. طيب اتصال ثاني ونقول مساء المنصة. ألو. ألو مرحبا. ألو. يا هلا وسهلا. هلا وغلا. بغيت الكنترول بس يا اخو محمد. طيب ولا يهمك يا فيصل، تبقى بس مع الكنترول الحين وان شاء الله باذن الله تجاوب معك. ناخذ اتصال على السريع. اتصال واحد عبد العزيز. طيب عبد العزيز ياشر يقول اتصالات خلاص 57 دقيقه. بدر تفضل. والله ما شاء الله تبارك الله الاخت هدى ما شاء الله يعني اختصرت الوضع النصراوي. فعلا يعني لعيبه النصر لم يقدموا اي شيء في مباراه الامس، وبرضه الهلال يعني لم يقنع حتى محبيه. تمام. مدرب النصر طبعا أضاع بالفريق في مباراة الأمس بكبريائه. يعني أنت لو تلاحظ بس حاجة واحدة، تخيل أنت الهدف الهلالي، الهدف الثاني، تخيل عندما انطلق محمد الشلهوب نحو مرمى النصر، عارف مين اللي بيلاحق محمد الشلهوب؟ محمد السهلاوي. هل أنت متخيل مهاجم يلاحق لاعب لفريق الخصم؟ كلام جميل. هذا يندل فيندل أنه مدرب النصر كان يعني للأسف مدرب عقيم فنيا داخل أرضية الملعب، ولم يقرأ مباراة الأمس. نعم. بالشكل الجيد. نعم. أبو علي، أول حاجة أنا أحب أبارك للكابتن عمر السوم. نعم. تسجيله 101 هدف اليوم. صحيح. اللاعب هذا خلال ثلاث سنوات يعني 100 بس يا شيخ. 101 طيب 101 101 انت بس تبغى تعاند وتبغى تسوي بدل انك انت اللي تعرف الاهلي وكذا. يا اخي ايام ما كنا نشجع الاهلي درساك ما ما أيوه. انتوا قبل كم؟ انتوا كبار في السن قبل 35 سنه. هو انتوا كبار في السن. خليه هو الحين يعلن عن نفسه انه هو شايب. ما عليك ما في ايوه. الخيره في الشباب الا يبغى يدقق انه انا اللي اعرف في الاهلي. والله انت الكل. بعدين انت موضوع كهرباء للهلال ده من فين جبت لنا الخبر؟ لما يوقع تشوف من فين. طيب خلاص ده يوقع يعني دحين الحمد لله من برنامج المنصة بدر عقيل هو اللي قال احنا ما قلنا شيء. طيب الصراحة مبارك للفريق الأهلاوي اليوم، صراحة كانت روح عالية للاعبين. وإن شاء الله بإذن الله تكون مباراتهم مع الفيصلي مباراة سجال بين الفريقين. شوفوا لا وإن شاء الله بإذن الله أنه كأس دوري خادم الحرمين الشريفين يكون أهلاوي نهائي إن شاء الله أي فريق يفوز فيه. أنا ما أنا هنا على طاولة المنصة. أنا حسن كنت تقول أنه يكون أهلاوي. لا محمد لا 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 على طاولة المنصة. لا على طاولة المنصة هنا الرأي للجماهير. هنا الرأي للجماهير. الرأي للجماهير. بس أنت شفت يعني طريقة النطق كان بيقول الأهلي بس غيرها. لا أنا أقول العاطفية. بالعكس أنا ما لي زيك. أنا أتمنى لي. لا الحين بقول لك حاجة، إيش المشكلة اليوم أحسك كذا بدر مو لا بدر كذا بيسوي انه انا الاهلاوي. لا انه بيثبت للجماهير انه انا الاهلاوي وانا اللي طب يا اخي من حقه اذا كان هو بس هذا المنصه يجب انه يتكلم بحياديه يعني معليش نحن محايدين. لا هو جاي بيتكلم في خبر يعني ما بيقول حاجه شيء. هو يقول محمود كهربا خلاص ارتهم مع الهلال. احنا اقول لسه اللاعب مع الاتحاد وانا اقول لك باقي له شهر وما حيجدد. طيب وصلنا احنا لنهايه حلقتنا اكيد. شكرا بدر. عفوا. شكرا سعيد. الله يحييك. بعد الحلقه تصافوا بالطريقه اللي تعجبكم وانا ما عندكم مشكله حتى انشرها في السناب. طيب. في النهايه
كلام جميل. عموما طبعا وصلنا لنهاية حلقتنا مستمعينا الكرام. لم يتبقى لي سوى أن أقول لكم إذا كان رياضة عنوان فهو أنتم مستمعين ألف ألف، وإذا كان لي معنى فلأنني معكم من خلف مايكروفون المنصة. هذه تحياتي لكم محمد غازي صدقة، ألقاكم غدا إن شاء الله في توقيت الساعة 10 مساء مع برنامجكم المنصة، البرنامج رقم 1 بإذن الله.